طبيعي صراحة قلوبنا تخفق مع هذا الملاكم. الملاكم يمكن دهشت البداية ولكن مقابلة صراحة فوق الصفي حين ساخن. أمل الملاكمة المغربية واحد ابن الضربطة ابن الحي البرنوسي الذي يلقب بالملاكم الكتوم إنما ولكن هو يتكلم بقفازته طريقة الأداء وهذا أحسن كلام لرياضي في رياضة الملاكمة أن يقلل الكلام ولكن يكثر الضربات. الحلبة نتمنى له كل التوفيق معه بكل مشاعرنا وكل دعواتنا لهذا الملاكم الواعد أمل الملاكمة المغربية الذي سينزل ملاكم مجرب ملاكم ممكن نقول شرس مخيف. الأمر يتعلق بدانيار يولو سينوف الكازاخستاني كازاخستان البلد الذي فرض أسلوبه في رياضة الملاكمة أنجب العديد من الأسماء ولكن الطن كل الطن أن الملاكم الربيعي واعي كل واعي وسيضع جانبا تجربة هذا الملاكم المحنك الملاكم الكازاخستاني دانيار يولو سينوف وسيلاكم من أجل الراية الوطنية ومن أجل العالم ومن أجل إدخال الفرحة فأدخلها في نصف النهاية بعد أن حقق إنجازا تاريخيا وهو الآن إن شاء الله سيحقق ميدالية ذهبية. هذا رجاؤنا إن شاء الله. الربيعي قادر إن شاء الله برغبته الأكيدة أن يصنع نجمه في هذه الدورة وأن يكون يصنع الحدث. بالفعل ذلك ما نتمنى رأي نترقب بانطلاقة هذه المقابلة تسعة دقائق يعني كما قلت مؤازرة كبيرة للجالية المغربية والأفراد الجالية العربية المقيمة بالعاصمة القطر الدوحة مؤازرة كبيرة لهذا الملاكم الواعد الذي هو أمل في هذا الأثناء هو أمل للملاكمة المغربية والإفريقية والعربية في نزال يبدو مثير فوق الحلبة تسعة دقائق يعني تختزل مجهود سنوات من العمل والاشتغال في الظل. يولو سينوف أمامكم 24 سنة في الوقت لمحمد ربيعي 22 سنة تركيز كبير لكلا الملاكمين. كيف تتوقع المقابلة؟ صراحة هذا الملاكم يحمل تاريخا وراءه. المقابلة ستكون صراحة فوق الحلبة ولكن ستكون مقابلة على الجانبات لأن كل يريد أن يصل إلى أعلى الأدرج التصنيف العالمي. ميدالية ذهبية تعني الكثير لكل ملاكم. محمد ربيعي طبيعة الحال بدايته الأولى المكانة في أنسون فيتيان أطرب كل من محمد فتاح وسرور يوسف وبعد ذلك الحزن الجرفي في ضمن حي البرنوسي. في الوقت الآن هناك عثمان فضليل الآن لما كان مدير تقني في الجامعة الملكية المغربية للملاكمة والآن هناك مصباحي ويؤطرهم جميعا روغا سكوت داغوبيرو واحد من المجربين وكذلك منير البربوشي المدير التقني الحالي. طلقت المقابلة مقابلة صعبة ستكون سنعين تصلكم صيحات الجماهير. نلاحظ رغبة هناك بحث كل ملاكم يريد أن يقول أنا حاضر لهذه النهاية. يمكن يكون ضغط أكثر على فهو الآن مطالب بالدفاع عن لقبه فهو حامل لقب بطل العالم في كازاخستان الماضي 2013 إذن هو بطل العالم والآن جاء الربيعي هذا المغربي للبحث. هناك تأكيد تكون تطبيقات حرفية للمعطيات الملاحظات ديال كلا المدربين فشيء أكيد أن هناك خطط تعطات ولكن تظل أن هذه الخطط قابلة للتغيير مع مجريات اللقاء. ضربة جيدة للملاكم الربيعي ترقب كبير وكبير بزاف وعدم المجازفة وهدوء أن الملاكم هنا الكازاخستاني يحاول أنه يجر الملاكم الربيعي الهجومات باش يقوم بهجومات مضادة باش يفتح أسلوب اللعب. ضربة جيدة ضربة جميلة تبادل ضربات نهاية مثيرة في 69 كيلوغرام. الكل كان يقول أنها نهاية ستكون قوية أن تصلكم صحة الملاكم الربيعي يحاول الإحاطة بالملاكم الكازاخستاني يحاول الإحاطة به باش ما يخليش إلى كم وهو في أريحية التصرف هذه كما قلت تطبيقات بالحرف كما أقول هناك حوار تكتيكي بين جوج ديال الملاكمين
تبقى الضربات هي ترجمة للنوايا لكل ملاكم، هناك نية واضحة لكل ملاكم. الملاكم الكازاخستاني يريد إدخال الربيعي في الهجومات أو عدم التوازن، في حين أن الربيعي واعي بهذا الشكل يقوم يمشي بتقصى. أوه يعني تخوف كبير الآن لدانيار وحكم المقابلة يتدخل ليؤشر له بالمتابعة في الوقت اللي ربيعي يلعب بهدوء كبير وبتركيز أكبر. فهنا المقابلة ستلعب في أشياء جزئية صغيرة. كل ملاكم لديه من القدرات، يلاكم الملاكم الربيعي بدون مركب نقص، رغم أنه أمام ملاكم قوي بسجله الحافل. أنه في دور النصف فاز على اليوي من سنة 3-0، في الدور الأول فاز على بالميتا ألبرتو من الأرجنتين 3-0، وفاز كذلك على كيلي في دور الربع من بريطانيا. هذه أرقام يعني هذا الفتى الوعد لم يصل عبثا لهذا الدور النهائي اللي مقدم الآن. يمكن نقول مباراة كبيرة، انتهت الجولة الأولى من ضمن الثلاث، لحظة تركيز، لحظة استرخاء. إذن الآن حقق الملاكم المغربي الامتياز، صراحة سيعطيه شحنة معنوية إضافية. شنو يمكن يضيف المدرب في هذه الأثناء؟ فهنا تبقى إدارة حوارنا مع المدربين واعيين، المدرب الكوبي واعيين، كل واعي أن الامتياز، تحقيق الامتياز خلال الجولة الأولى عنده واحد الحفي. صراحة غيمكن للربيع أنه دابا غتغير الأجواء المقابلة، فالملاكم الكازاخستاني سيحاول بكل ما لديه أن يقلص الفارق. فكنعرفوا أن هنا كتبدأ مقابلة تكتيكية، كما قلنا ثقة عند الملاكم الربيعي، ثقة في النفس، ثقة في الإمكانيات ديالو. ترك السجل الملاكم هذا الهرم جانبا وناقش المقابلة. بالفعل دخل بدون مركب نقص، بالفعل حصل الآن بداية الجولة الثانية ترقب كبير من طرف المتتبعين. وفي لقاء يمكن نقول بهذه العبارة يحبس الأنفاس فضلي، يمكن نشوفوا سيناريو مشابه للجولة الأولى. فهذا ما نتمناه، هذا ما نتمناه، أن نشاهد نفس السيناريو الذي قام به الملاكم المغربي. حذاري، كل التوفيق، بالتوفيق للربيع محمد. أمل الملاكمة المغربية المغربية مباراة يقدم كبيرة. إلى حد الساعة مقابلة في مستوى الحدث. أوه سلسلة من الضربات المهمة والمخيفة لربيعي. ملاكم الكازاخستاني يمكن دائما يحاول أن يوقع الملاكم. هذا ضربة جيدة، يمنية الملاكم الربيعي تقولها كلمة واحدة وتصل إلى وجه الملاكم الكازاخستاني بصفة جيدة وجيدة جدا. قوة الارتكاز محمد ربيعي، هناك تركيز والأناقة ديال الملاكم، ملاكم أنيق أنيق. نحن قدم مباراة يمكن نقول كبيرة ولعب بدون مركب نقص، هذا هو الواقع. رغم التحرك الكبير ديال الملاكم الكازاخستاني فلا زال الربيعي يحافظ على هدوئه، يحافظ على وحتى الركن ديال الملاكم الربيعي يقول له تمركز في وسط الحلبة، ما يمشيش لإحدى الزوايا، ما يمشيش يقلب على المحاصرة، ما يقلبش على الوقوع في عدم توازن. جيد جيد، يعني أقل من دقيقة على نهاية الجولة الثانية، في نزال فيه تشويق، فيه إثارة، فيه ندية، نزال تاريخي بكل ما تحمله المعنى. هذا بطل إفريقيا ينازل أحد أكبر الأسماء. يعني الآن بين في أخرى استيقاظة ربيعي وتسديد سلسلة من اللكمات المهمة جدا، لعب بدون دفاع، ما مدافعش كثير، لعب احتراس، ولكن حتى الضربات كتكون في الوقت تايمين، في توقيت صحيح تايمين، او الوقت اختيار الوقت مساله مهمه في رياضه الملاكمه. حكم مقابله تامر دانيار باش يرفع راسه، لانه وهذه من الاشياء المحظوره في رياضه الملاكمه هي المناوره والتخوف.
بحث ثانية مقابلة تكتيكية بمعنى الكلمة صراحة. كل ملاكم يخرج جميع الأسلحة ما لديه من معرفة وإلمام بمهارات الملاكمة، توظيف كل شيء، فهذه قمة العطاء الآن في هذه المقابلة اللي انتهت الجولة الثانية. ستدخل الآن سنعين مقابلة قوية، مقابلة قوية وقوية جدا. توقعتي المقابلة تمشي بهذا السيناريو؟ فصراحة على غير عادته الملاكم الكازاخستاني احترم الملاكم الرابعي. الآن يمكن أن نقول أن الملاكم الرابعي يحترم من كافة الملاكمين، والنتيجة أثبت بأنه ملاكم كبير كبير وكبير جدا. شوف 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 السلسلة، وشوف هذا الصراخ ديال المؤازرة الكبيرة في نزالين يحبس الأنفاس بكل ما تحمل الكلمة من معنى. الربيعي قال كلمة واحدة: أنا سأهاجر إلى قطر. وإذا مجازيا تحدثنا عن المهاجرة الهجرة، لأن أنا في سنة هجرية، فهاجر ويحقق وهو في الطريق فعل خيرين على هذا المغرب. إذن جولة الحسم، جولة الفصل الأقع يمكن نقول بأكملها مع الملاكم ربيعي محمد، أمل الملاكمة المغربية القلوب كلها تخفق لهذا الملاكم. صراحة يقدم عرضا طيبا يرقى إلى مستوى أكبر الملاكمين، وعطى تاديوم تنطيبا بأنه ليس اعتباطيا بأنه تم اختياره في هذه الدورة كأفضل ملاكم في نفس، فهذا شيء أكيد هو يؤكد اليوم جاء لتأكيد. دخل التاريخ بأول أمس بعد أن وصل إلى مقابلة النهاية، وهو الآن جاء للتأكيد ويصير بخطى ثابتة. طبيعة الحال جولة الحسم، جولة التحول، جولة الأمال المعقولة للملاكم الواعد الذي شرف الملاكمة المغربية ويلعب بدون مركب نقص أمام منتخب نقول مكرر من عيار كبير وكبير جدا للوصول للنهاية ديال كأس العالم، بطولة العالم، فهو في حد ذاته إنجاز. والآن كما منينا النفس أنه أن يحول الفضة إلى الذهب. ترقب سيد الموقف، لا أحد يريد المجازفة، إنما يمكن نقول مقابلة قوية وقوية جدا. الكازاخستاني هذا الهرم يجد نفسه صغيرا أمام قوة الملاكمة الرابعي. جولة ثلاثة كيلعب بتخوف، نلاحظ سلسلة من الضربات، سلسلة ومحاطرة، سلسلة من الضربات، سلسلة من الضربات للربيعي. يمكن نقول الآن غير استراتيجية المقابلة، المقابلة أكيد أنه قادم وأنه هو الأقوى. نتمنى يمشي بهذه الوتيرة. دقيقة وعشرة ديال الثواني، فعلى يجد الملاكم دانيار أي بد أمام هذا الأثناء. ما هذا الذي نتابعه من هذا الفتى الوعيد؟ قلوبنا معك يا ربيعي. شوف ترقب، شوف تخوف ديال الملاكم الكازاخستاني ولوسينوف. يمكن قلت تخوف الجولة الثالثة، يمكن قلت تخوف الجولة الثالثة. هيمنة وسيطرة مطلقة خلال هذه الجولة للملاكم الرابعي، فرحة كبيرة للمناصرين الكل على أعصابه، لأنه المقابلة تحبس الأنفاس. الربيعي يدير المقابلة بشكل جيد. يعني العرض يمكن نقول بطولي للملاكم الربيعي محمد، ضربات جيدة أمام مدرسة عتيدة. تسلسل الملاكم الكازاخستاني عياء كبير دبا لا يجد تركيزه أمام هذا. أقل من 18 الثانية بمشيئة الله، نتمنى التوفيق للملاكم الواعد. دائما يلاكم بشذارة واستحقاق بقلب أسد. واضح لدانيار الكازاخستاني، كنقول ضربة جيدة شبه معيار واستقاضة وأسلوب ممتاز، أسلوب متميز. قالها الربيعي ودخل صراحة التاريخ، فدخل التاريخ صراحة من بابه الواسع، وقال أنا الأكبر، لا أحد
يعني أكبر المتفائلين لم يكن ينتظر أن الربيعي سيصنع الحدث، وهود قال أنا سجلت اسمي بالذهب مباراة بطولية وتاريخية. يمكن نقول ربيعي بعض العبارة ربيعي محمد غادي يغير المفاهيم ديال الملاكمة، فشي أكيد أعطى أسلوباً أمامه، صنع أسلوباً خاصة به. شوف 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 العناق مع مدربه قوية وقوية جدا داكو بيرو سكوت يجن التمار والمصباحي فرحة عارمة، وكذلك الحكاني البربوشي الأفراد جالية مغربية فرحة كبيرة وكبيرة جدا كبير في عالم الملاكمة. إذا نترقب في انتظار تأكيد النتيجة. لوزن 69 كيلوغرام لحظة الحسم 2015 69 كيلوغرام World Welterweight Champion from the blue corner representing إذا هنيئا ألف يوم تاريخي تاريخي صراحة الربيعي يمكن نقول بهذه العبارة يفتح صفحة جديدة في مجال الرياضة ماشي غير المغربيه والافريقيه والعربيه. شوف 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 هذا الربيعي يعني بطل العالم، تخونني الكلمات فات بطل العالم بطل العالم مباراه يمكن اسطوريه بطل العالم مباراه افرحت القلوب يا ربيعي. واليوم لعب الملاكمه المغربيه انجاز غير مسبوق للملاكمه المغربيه تصعد للبوديوم السعديه فتى سيعزف النشيد الوطني وهذا اهم شيء وسيرفع العالم المغربي عاليا في مباراه يمكن نقول اسطوريه لهذا الملاكم الاسطوري وهو في لم يبارح السن 22 يعني ممتاز مباراه تاريخيه كبيره وميداليه ذهبيه للمغرب يعني فرحه لا توصف لربيعي ولاسره الملاكمه المغربيه وللرياضه المغربيه كم. هذا الملاكم جسد العالم الجبار التي تقوم بها الجامعه الملكيه المغربيه للملاكمه صراحه اعطى صوره كبيره جدا للرياضه يعني المغربيه واحترافيه كبيره مش متعدب قدم مباراة لعب بشكل اللي بقى وأسقط هرمان في رياضة الملاكمة. سكوت كان عنده واحد دور كبير المدرب فكل طاقم فالطاقم عمل قام في مجهود من طرف المدرب خطة خطة كبيرة وصراحة بعد حميد بن رحيلي ومصباحي وميداليتان برونزيتان في دورة برلين 1995 ارتقاء كبير للملاكمة المغربية والصعود وبجدار واستحقاق للبوديوم وأمام من؟ أمام خصم من عيار كبير دانيار يولو سينوف شبح الملاكمين في وزن 69 كيلوغرام يمكن نقول المدرسة الكازاخستانية انهارت أمام المغربية اليوم فرحة عارمة ومخرجة المسرحية الجميلة.